السلام عليكم. بهذا المقطع يا شباب نصائح للأبيس، نصائح ممكن تفيدك بالأبيس خاصة إذا كنت بعدك بالطوابق الأولى من الطابق الأول لحد الثامن، وأيضا الطوابق التاسع والعاشر والهداعش والاثناعش أيضا ممكن تفيدك هذين النصائح. طبعا هذا المقطع كان أول مقطع نشرته بقناتي، فحبيت أرجع أنشره وهاي المرة بجودة أحسن. ويب خلونا نبدي. أول شيء بالنسبة للأشخاص الجديدين اللي ما يعرفون بالأبيس أو بعدهم ما واصلي له، بالنسبة للأبيس، أبيس اللي هو هاي المنطقة الموجودة هنا، تيجي تفتحها من خلال أكو لغز هنا تحله بسيط وراح يتوديك لهنا. وأعتقد ينفتح الأبيس بالرانك 20 على ما أذكر، فبعد ما ينفتح عندك من الطابق الأول لحد الثامن أكو أساسيات ما راح أتخطاها لأنه كلكم تعرفوها. فيا شباب اكو شغلة مهمة لازم تركزون عليها، لا انتم بعدكم باول 8 طوابق. الشغلة المهمة ركز على البفات. راح تيجي تقول لي شنو البفات، اقول لك البفات الموجودة بكل طابق. مثلا لا جينا الاول طابق، شوف يقول لك بايرو دامج ديل باي ذا بارتي نمبر انكريز باي 75. فتشوفون مثلا هذا البف يقول لك البايرو دامج اللي هو دمج النار عندك بالبارتي مالتك كامل راح يزاد بنسبة 75%، وعندك ايضا الاوفرلورد راح يزاد ايضا بنسبة 200% دمج. اللي هو الاوفرلورد اللي هو تفاعل يا شباب الكهرباء وهي النار يسمونه اوفرلورد. فتباوع الكل طابق من الطوابق به بف. هذا هنا أنا مثلا منطين بف للكرايو، وهنا ايضا يقول لك الفروزن ايضا تفاعل زيدينه اللي هو تفاعل الماء مع ثلج. عندك هنا الطابق مسوي لك الباف هنا على عنصر الهواء، البعده مسوي لك باف على عنصر الكترو كهرباء، اللي بعده مسوي لك الباف يقول لك من شخصيتك مالتها الاتش بي فوق 50% الاتاك والديفنس راح يزاد نسبة 25%، ويقول لك ال اتش بي من يصير فوق ال 80% يعني 80% وفوق راح يقول لك مالتك السبيد از انكريس باي 20%، يعني مالتك سرعه الضرب راح تزاد بنسبه 20%. فانت يا شباب مجرد كل بف من البفات بالطوابق اقرا واعرف المن البف. يعني انت جيت قريت شغله مثلا هنا قريت سويرل، شنو سويرل ما اعرفه، تروح تسأل واحد، اما تسأل مثلا واحد خبير عنده خبرة باللعبة، او مثلا تبحث عن اسمها باليوتيوب على مود يطلع لك شنو هو. واغلبيته يعني الاشخاص يعرفون هيك تفاعلات. فاول 8 طوابق لازم تركز على هاي النقطة لانه مستحيل تقدر تعبرها من دون هاي النقطة. اول 4 طوابق اعتقد ما يحتاج واحد اصلا يهتم، بعد من الخامس لحد الثامن هنا راح تبدي يصير عندك اصعب لحتى بداية اللعبة، لانه راح تحتاج فريقين. ففريقين يا شباب راح اعطيكم تنظيم، مثلا تنظيم يعني للفرق بسيط. يا شباب عندك فريقين، فانت تحتاج بكل فريق تقريبا 4 شخصيات، باربع شخصيات. وهسه اقول لكم ليش تقريبا 4 شخصيات، مو الا يا شباب يكون مثلا كلهم دي بي اس. عندك يكون نظام غلط، اكو هواي اشخاص يغلطون. مثلا لو واحد عنده هيك شخصيات مثلا قوي مثلا يخلي جانيو تشاو وعندك يخلي اياكو ايتو، زين انت هذا الفرق كله دي بي اس وكله شخصيات هجوميه، شلون راح تدافع بيه؟ شلون مثلا راح تهيل؟ فراح تواجه مشاكل. بناء الفريق يا شباب يعتمد على شخصيات تدعم بعضها. مثلا انا خليت تشاو لازم يحتاج اول شيء هيلر، ويحتاج له اوكي ناس النت. اوكي بعد ما رجع النت اكمل كلامي. فعندنا مثلا الشخصيه تشاو كدي بي اس، انت راح تحتاج اول شيء هيلر يهيله. وشخصيات الهيلر هي مثلا عندك كوكومي، عندك بنيت، عندك شخصيات اللي طوك اياها بالبدايه نفس باربرا. عرون باربرا هواي اشخاص يستصغروها، لكن صدقوني بالبدايه كلش حلوه ورهيبه راح تساعده. بعد ما تخلي هيلر راح خليكم مثلا هسه اصنع لكم فريق بسيط يصير عند كل شخص من البداية. عندك شخصية شانلينج راح تحصلها اعتقد بالطابق الرابع، لا خلصته راح تقدر تحصلها بشكل مجاني. عندك باربرا شخصية هيلر، عندك بعدها شخصيات استفادة يا شباب من التفاعل. عندك مثلا شخصية ليسا شخصية حلوة
تخلي لك منطقة AOE فراح تستفاد من عندها. عندك الشخصية الأخيرة هسه يا شباب، بنية انت تيمك على 3 شخصيات. غالبا تيمات اللي يكونها من هيك شخصيات يعتمد على تفاعل الشخصيات، يعني شلون انا مثلا اسوي الالتيميت مالت واللي هي شانلينك، بعد الالتيميت مثلا ليسا واخلي الاي مالت واللي هي باربرا، فراح يصير شنو؟ راح يصير اكو هواي تفاعلات واقدر استفاد من هذين التفاعلات انه ادمج اعداء او اسوي دمج مال التفاعلات اللي يكون غالبا قوي كلش. عندك شخصيات يا شباب ثانيه مثل هذا التيم يعتمد على التفاعلات، اذا خذينا تيم يعتمد على شخصيه دي بي اس، مثلا راح اخذ كشخصيه ديلوك، راح اخليكم ديلوك، راح تحتاجوا يا شخصيه تعطيك ماء، وايضا شخصيه تيلك في باربرا شخصيه حلوه ويا ديلوك. عندك بعدها شخصيه تستفاد من عندها يا شباب كدرع، عندك شخصيه نفس نويل واللي تحصلها ايضا بشكل مجاني، شخصيه حلوه تهيلك ورهيبه كلش. عندك شخصيه الاخيره بنت، ما عندك بنت تقدر تخلي شانلينك على مود يصير 2، اكو 2 نار بالفريق وتقدر تدمجهم. فمثلا هذا التيم يا شباب شوفون دي بي اس، وعندنا هيلر، وعندنا ايضا شخصيه درع يعني تعطيك درع، وعندك ايضا شخصيه سبورت، يعني يعتمد على 4 شخصيات، الاولى دي بي اس، الثانية هيلر، الثالثة درع، والرابعة شخصية سبورت. والسبورت هاي انت تقدر تختارها حسب الشخصية، يعني اكو شخصيات تختار معاها سبورت يفيدها، مثلا اختاريت شاو تقدر تاخذ فينتي او تقدر تاخذ سكروس على يفيدك السبورت انه يرجع لك الالتيميت مات فينتي، العفو الالتيميت مات شاو. فالفكرة السبورت هو غالبا دعم شخصية، يكون هاي الشخصية تفيدها كل شوية هاي الشخصية، مثلا عندك ديلوك تخلي وياه شخصية شينشو شخصية كلش رهيبة، عندك تخلي وياه مثلا شانلينك وتخلي وياه مثلا بنت، هذا التيم اسطوري يفيده كلش. ما عندك بنت تقدر تعوضه، مثلا تخلي مثلا باربرا، او انصحكم بخيار هذا كلش اسطوري واللي نويل، نويل درع هيلر ودي بي اس، فراح اسوي له حلقة خاصة لكن نويل كلش تفيدكم. فبناءكم يا شباب للفريق، الفريق الاول تخلوه دي بي اس قوي، الفريق الثاني يا شباب بشكل عام انتوا وصلون للخامس لازم تبنوكم فريقين، والفريقين بناءهم راح يكون على اساس دي بي اس 2، مثلا الاول انت الدي بي اس الاساسي مالتك ديلوك، يكون عندك دي بي اس ثاني يفيدك، مثلا عندك رايزر تبني رايزر كفيزيكال فراح يفيدك وراح يشيل لك الفريق. فبعد ما توصل للخامس لازم تبدي تتعود انه تبني فريقين على مود تقدر تعدي الطوابق. من عند الطابق الثامن واللي هو صراحة سهل، يعني نسبيا سهل ما بيشي وتعدي بكل بساطة، ممكن راح تواجه مشكلة هنا ويا واللي هنا انه خاليك الريجز فاين واللي هي الوردة الثلجية والوردة النارية، لكن همات راح تعديهم. وايضا اي طابق انت حرفين حشرت بي، يعني هذا الطابق الخامس تحشرت بي ما تقدر تعدي. الشغلة بسيطة، الشغلة يا شباب عندك شغلتين او 3 شغلات ممكن تساعدك، الاولى شخصياتك نفسها تستعملها وياك بالفريق، مثلا انت تستعمل سكروس، سكروس عندك 50، حاول ترفع رانكك توصله مثلا الرانك 45 40 35 رانك، تعلي رانكك على مود يوصل الدرجة انه تقدر تطور شخصيتك، طور شخصيتك. ويا شباب الغلط اللي يقعون به هواي خاصة من بداية اللعبة، لا طورت الشخصية مالتك، طور التالنت، التالنت مالت الشخصيات يا شباب شغلة كلش مهمة، يعني شغلة انت التالنت مالتك واحد 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 وتريد يصير شخصية وتطور لي شخصية 90 والتالنت مالتها واحد واحد واحد، هاي الشخصية مو يعني هاي الشيء مو منطقي، ما راح تقدر تعدي لا الابيس ولا اي شيء باللعبة لا شخصياتك التالنت مالتها ضعيف. وايضا ركز سلاحه، طور السلاح او حاول تعرف ان هذا السلاح زين على الشخصيه، مثلا انت عندك ديلك ومطي مثلا هذا السلاح، وانت عندك مثلا سلاح نفس واللي هو البروتوتايب سلاح كلش رهيب، او عندك مثلا هذا السلاح، فاستفاد من الاسلحه انه تعرف السلاح هذا ملائم لشخصيتك او لا، مو مجرد انه ذب اوكي هذا السلاح عندي ذب على هاي الشخصيه. دائما شخصيتك ركز على 3 شغلات او 4 شغلات، يعني لا خذيناها بالحسبان، اول شيء طور الشخصيه بين فتره وفتره كل ما تحصل مواردها، شغله ثانيه اعرف السلاح اللي انت مطي للشخصيه هل هو سلاح حلو يلائم الشخصيه حلو، يعني اكو افضل من عنده عندك انت، عندك مثلا سلاح
افضل من هذا السلاح، فليش انت ما تبحث وتعرف؟ عندك بالنسبه للبيلد غالبا بدايه اللعبه ماكو بيلد، ما تقدر تمرين لك بيلد، لكن حاول دائما تخلي قطع يصير بيها اتاك او كريت ريت او كريت دامج، لانه بدايه اللعبه ما راح تقدر تحصل ست حلو، تقدر تحصل الست الفور ستار، لكن بشكل عام الست الفور ستار مع الوقت راح تذبه وتغيره. فهاي النقطه كلش مهمه، واهم شيء نفس ما قلت لكم تالنت، والتالنت ايضا لا تطوروها يعني بغباء. انت التالنت اعرف مثلا عندك ديلوك، ديلوك يستعمل ذن كلهم، فلازم تطوره كله. مثلا تجي الشخصية نفس كوكومي، كوكومي ما تستفاد من عدها بس بالإي والألتيميت، فما يحتاج تطور النورمال أتاك. عندك تيجي شخصية مثلا رادي شوغن، رادي شوغن أهم شيء عدها هي الألتيميت والإي، ما يحتاج تطور النورمال أتاك. فالفكرة إنه شخصيتك أعرف شنو تحتاج تطورها أو شنو أولوية التطوير عندك. فهاي النقطة الثانية. شغلة أيضا قليتكم انتبهوا لها، بين فترة وفترة بالأبيس يجي وفات واللي هنا يروح، أنا مثلا هذا البف شهور راح يروح بعد يومين. هذين البفات غالبا يصيرون قويات، وغالبا دامجين يساعده كلش بالأبيس، فدائما إذا طبيت الأبيس شوفون هذا السهم اللي هنا، مجرد تيجي وشوف. انت ما تعرف هاي شين البف او شين فايته، اخذ له سكرين شوت وروح ترجمه بكل بساطة. فهاي الفكرة اللي راح تساعدك. بالنسبة للطوابق من 9 ل 12، غالبا طوابق ذن يا شباب مو اللي يعتمدن على البفات، يعتمدن على شيء اهم، بنائك للشخصية. من طابق 9 لحد 12 كله يعتمد عليك، حرفيا ما يعتمد على اي شيء. الطابق 9 10 11 12، وخاصة يعني 12 وال11 ذن صعبات، لانه بلد شخصياته غالبا ضعيف اذا انت تواجه مشكلة، وايضا مشكلة يواجهوها كثير من اللاعبين، وكثير قاعد يرتكبون غلط يعني غبي، واللي هو الغلط يا شباب طابق نفسي 12 مو مجرد اوه يلا بديت خلي هاي هيتشي 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 هذا فريق ثاني هيتشي هيتشي اوكي هاي شخص هاي شخص هاي صار عندي فريق. لا، ذن طوابق يا شباب خاصة الى 12، الى 12 حرفيا يقول لك ماكو اي بف، اعتمد على روحك. فالى 12 يا شباب ان شاء الله المهمة بي الى انت وصلت الى 12، فغالبا انت عندك يعني عدد مثلا بين 3 4 5 6 فور ستار او العفو 5 ستار على اقل شيء. فانت الفايف ستار اللي عندك اعرف شنو التيم الرهيب ويا، مثلا انت عندك تشاو، روح ابحث عن مثلا قول بيست تيم فور تشاو، جينشن باك بيست تيم فور تشاو، عندك مثلا ايتو بيست تيم فور ايتو، فتروح تعرف تيمات. وغالبا اعتمدوا على سالفة الاجانب، الاجانب خوش يسوون تيمات خوش يطلعون تيمات رهيبة، بس بشكل عام التيم ابد لا تسوي بشكل عشوائي، يعني انت تيم اعرف شلون تبني، واعتمد على شخص عنده خبرة على مود يعطيك تيم حلو. يعني انا مثلا انت عندك رادي شوغن، انصحك بهذا التيم، تيم كلش رهيب، شانلينج، وعندك هي الرادي شوغن شانلينج وبنت وشينشو، هذا التيم يخلصك الابيس الطابق ال 12 حرفيا. عندك تيم ايضا تيم ثاني رهيب، واللي هو تيم اياكا تخلي وياها الى عندك زونغلي، وتخلي وياها ايضا مونا، او الى ما عندك مونا تخلي مثلا باربرا اي شخصية ما، وتخلي وياها ايضا شخصية فينتي. هذا ذن التيم يعني حرفيا يمسح لك الابيس مسح. فالمهم يا شباب بالطابق ال 12 وال 11 اهتموا للتيمات، تيم مالتك اعرف شلون تبني. يعني هاي النصيحة يا شباب تصير مهمة عندك من انت اصلا، يعني متأكد انه بنائك للشخصيات رهيب، مثلا الموت بنائك مثلا عشوائي، مثلا هسه لا جيتك شخصية عندي ما بانيها ابد، واللي هي يا شخصية ما اذكرها الصراحة، لكن مثلا عندك ايتو او جورو ياتي، عندك جورو شخصية يشوفون هسه هذا بناء هذا مو بناء، فانت لا عندك شخصية بناها لا هاي ما تستعملها هاي او ما تفكر حتى بالابيس، تيجي اول شيء تبنيها. يعني جورو شنو افضل ست له؟ 4 من هذا الست، اوكي روح جمع فرم فرم ظل فرم فرم يمن توفر 4 قطع. فهاي النصيحة يا شباب انه تدور على تيمات رهيبة الك، هاي النصيحة تسويها بعد ما اصلا انت متأكد انه شخصيتك بانيها اقوى شيء عندك. وطبعا اني هاي النصائح اقدم فيها من واحد رانك 58 والعب اللعبة تقريبا من اول يوم الها، يعني اني قطعت فترة قليلة، فلذلك يعني لو ما قاطع
او حتى لو من السكشن فيصل عندي اوصل 59 فاهم يعني. قاعد اقدمكم نصائح خبره تقريبا سنتين راح يصير اللعبه راح تصير تقريبا سنتين لانه هي نازله بالشهر التاسع 28/9 فيعني تقريبا سنتين. فاوكي يا شباب اتمنى فاتكم المقطع وهاي المقطع يعني قلتكم يعادل المقطع الاول بقناتي عن جينشن امباكت. اللي يريد يشوف فضايح يروح يشوفه يستمتع ويتونس على الضحك. فا اوكي يا شباب اتمنى عجبكم المقطع، لا تنسون من لايك واشتركوا بالقناه الى ما مشتركين ويب. ديلوك يسلم عليكم، مع السلامه. ها ايضا تعالوا على انستغرام يا اخي، يعني الانستغرام صراحه محتوى احلى من اليوتيوب بالنسبه لي، خاصه الستوري اتونس واني اشارك معلومات او حياتي وياكم. فيب مع السلامه.